ازيكم يا صحابي، يا رب تكونوا بخير. لو عجبكم الفيديو ممكن تدوسوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، وباي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض هريسة الفلفل الحلو بالفلفل الأحمر. تمام، هنشوف بقى المقادير مع بعض. هنا معايا نص كيلو فلفل، فلفل مش الرومي يعني، هو البلدي بتاعنا، حتى حجمه صغير وفي أكبر. تمام بقى، هو ده البارد مش الحامي. تمام، معايا نص كيلو وقطعته بالشكل ده، غسلته وصفيته تمام عشان المية وقطعته بالشكل ده. ومعانا 4 فصوص ثوم، ومعانا 2 معلقة خل، ومعلقة بابريكا، ومعلقة ملح. مش نكتر في الملح أو عشان ما يحدقش. تمام، هنمسك الفلفل بتاعنا هنقطعه قطع صغيرة كده بالشكل ده بإيدينا عادي، وكده كده هو مش حامي. تمام، وهنجيب الكبة بتاعتنا وهنحط كله كده في قلب الكبة، واللي عنده خلاط ممكن يستعمل الخلاط بس من غير أي إضافات. تمام، هفرمه الاول مع نفسه وبعدين اجي احط الاضافات دي. وبعد ما ضربناه بالشكل ده تمام، هنحط عليه 4 فصوص ثوم ومعلقتين الخل ومعلقة بابريكا. ما نحاولش نحط بهارات كتير عشان مش كل الفلفل ممكن، يعني مش كل الاكل اللي بيتحط له بهارات كتير. معلقة بابريكا ومعلقة ملح، تمام. وهنمسك برضك وهنضرب ايه المكونات دي تاني. وادي الفلفل بعد ما ضربته بالشكل ده تمام. هنجيب بقى بطرمان او علبة بلاستيك اللي هي صالحة، يعني هي نوعها كويس معايا. تمام، هنحط زيت هنا وهنمشيه كده كويس، وادي شكلها. تمام، هنحط برضك على وشها شوية زيت. وهنغطيها بقى بالشكل ده، هنروح مغطيينها وحاطينها في ايه، في باب التلاجة ديت عشان انا هستعملها الايام دي. تمام، لو انتوا بقى هتحفظوها في قلب الفريزر هنحطها في كيس بلاستيك وهنحطه في الفريزر عشان لو الكمية كبيرة. اما انا معايا يعني نص كيلو عمل لي الكمية ديت، النص كيلو عمل لي حبة مش كتير، فدوت الاستعمال اليومي بتاعي عادي، عشان هو بنستعمله في الفول، بنستعمله في اي صلصة، اي صلصة بيتحط له، صلصة مكرونة، صلصة محشي، صلصة بتاعة الكشري، اي حاجة دبس الفلفل بتبقى جميلة جدا معاه. اتمنى تجربوها، طريقة سهلة وخفيفة على البارد، مش بنسوي ومش بنعمل اي حاجة. فيا رب تجربوها، وشكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.